عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخواني طلاب مدرسة بهجة العلم في المسابقة الرمضانية فوازير البهجة، والتي سوف يتم بثها يوميا خلال شهر رمضان المبارك عبر راديو البهجة. والآن تابعوا معي إخواني الطلاب هذه الحلقة حتى تتعرفوا على سؤال اليوم، ثم سجلوا إجابتكم في الكشف الذي تم إرساله سابقا. رمضان يجمعنا، رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. صباح الخير والسعادة. صباح النور والرضا يا ابنتي. نحن مستعدون للحديث حول موضوع جديد. عن من سنتحدث؟ حديثنا اليوم عن غزوة حدثت في شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة، وقد حدثت بين المسلمين ومجموعة من القبائل العربية المختلفة التي اجتمعت لغزو المدينة والقضاء على الدولة الإسلامية، وتسمى أيضا بغزوة الأحزاب. ولماذا سميت بغزوة الأحزاب؟ لأن أعداء المسلمين في هذه الغزوة هم مجموعة من الأحزاب، أي قبائل عربية مختلفة اجتمعت مع بعضها ضد المسلمين. وكم كان عدد المسلمين والأحزاب في هذه الغزوة؟ لقد بلغ عدد المسلمين 3000 مقاتل تقريبا، بينما بلغ عدد الأحزاب قرابة 10000 مقاتل. إن عدد الأعداء أكثر بكثير من المسلمين، وكيف صارت أحداث الغزوة؟ عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم عن تحركات العدو وأعدادهم الضخمة، دعا كبار قادة المسلمين إلى اجتماع عاجل لأخذ مشورتهم، فاقترح الصحابي سلمان الفارسي بحفر حفرة عميقة وممتدة حول المدينة بحيث يمنع من وصول العدو إليهم. عندما وصل العدو تفاجأوا بهذه الحفرة العميقة التي منعتهم من الوصول للمسلمين، فقاموا بمحاصرة المدينة محاصرة تامة. هل هذا يعني أنهم انتصروا على المسلمين؟ لا يا ابنتي، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل ريحا قوية هدمت خيام العدو واقتلعت جميع ممتلكاتهم، مما جعلتهم يتراجعون وينسحبون، وبذلك انتهت الغزوة بدون أي ضرر وبدون أي حرب. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن.